Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah. Welcome to the study of Quran's chapter 105, verse 3 and verse 4. That's all we're learning today. Let's repeat each ayah, each verse, three times and one word at a time. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ Sadaq Allahu keep repeating till you memorize only verse 3 and 4.